خلينا نعود مجددا لورقات اللقاء وملفات هذا المشوار. فسحر الدسوقي التي حصلت على لقب أميرة الصحة ضيفتي الآن على الهواء مباشرة، نتحدث نحن وإياها عن هذه المسابقة ويعني رمزيتها في فلسطين بشكل مباشر. سحر، مسائك طيب وأهلا وسهلا فيك في برنامج غزة بلدنا. يسعد مساكي، أهلا وسهلا فيك. يعني بداية أنا بتحدث عن مسابقة ضمن أو شارك فيها عدد من الأشخاص، قد تكون هاي المسابقة أطلقت للمرة الأولى كما قيل في 2017، إلها هدف معين وطبيعة المشاركة فيها كمان كانت متعددة ما بين محافظات فلسطين بشكل عام. حدثينا أكثر عن هاي المسابقة ومن القائم عليها وما هي المعايير الأساسية للمشاركة فيها. أول إشي يعطيك العافية وأسعد الله صباحكم نساء فلسطين بشكل عام وكل شعب فلسطين. اللي قام على هذه المسابقة كان الدكتور محمود الشيخ علي مركز ابن النفيس. نعم. شاركوا كتير يعني، كان العدد تقريبا فوق 7000 مشاركة من فلسطين، من الداخل ومن غزة ومن الضفة ومن شتات الوطن. نعم. كان الهدف الرئيسي إنه أن إحنا يعني يحصلوا على تشجيع للنساء بشكل عام وللأطفال اللي بيعانوا من السمنة. وإنه إحنا نحصل على نظام صحي لمدى الحياة، لأنه إحنا بشكل عام في يعني أي إنسان بيعاني من مرض السمنة اللي هو السمنة، مرض السمنة بيكون هو مرض مدمن، لأنه أكيد. الإنسان بتناول أشياء معينة، مثلا بيعرف أنه يعني كان عندنا نظام أنه نظام الرجيم هو نظام حرمان، فلما إحنا اشتركنا في هذا النظام المسابقة كان لتشجيعنا ومعرفة أنه نظام الرجيم ما بيكونش نظام حرمان، هو نظام حياة، استبدال مثلا ثلاث مواد أساسية لازم احنا نبعد عنها، هي ضارة جدا، هي السكر والطحين الأبيض وكمان الدهون المهدرجة، انه احنا استبدلناها بالقمح واستبدلناها بمحللي ستيفا او نبتة الستيفا، وكمان الدهون المهدرجة استبدلناها بالزيوت الطبيعية. نعم. يعني أنا سحر اللي فهمته منك بأنه هاي المسابقة تشجيعية أو كشيء تحدي داخلي بالنسبة لأي حدا، أو يعني للنساء اللي كانوا مشاركات، واللي زي ما فهمت أنا إذا ما كنت غلطانة يعني كان عندهم يعانوا من سمنة معينة، دخلوا ضمن برنامج ونهاية هذا البرنامج ضمن مدة محددة كان هناك تكريم لمن استطاعت يعني أن تنجح في هذا التحدي بينها وبين نفسها والأخريات، أليس كذلك؟ صحيح. كمان انه المتسابقه مش انه اللي يعني اللي كانت لازم تفوز في هذه المسابقه مش كمعيار اساسي انه تنزل بالوزن فقط، انه يكون عندها ثقافه، انه تتغير الثقافه الصحيه عندها. يعني احنا كنا زمان انه نستخدم البدائل الصحيه غير الصحيه، فاحنا اخذنا بدائل صحيه زي ما انا حكيت لك عنها قبل شويه، انه استبدال الثلاثه اللي هي بقول عنها مثلث برمودا بأشياء صحية تنعكس على حياتنا في بيتنا في كل يعني نظام حياتنا، نكون نظام صحي. نعم. شو معايير المشاركة كانت للسيدات اللي حبوا يدخلوا ضمن هاي المسابقة بالدرجة الأولى؟ معاييرها إنه إحنا كانت أول إشي بيعانوا من سمنة معينة في حسب كتلة الجسم بقسموهم، هم عندهم نظام معين إنه حسب كتلة الجسم بيفرزوا المتسابقات، وانه هي تكمل في عندهم في النظام انه هي توصل وانها تنعكس على حياتها. اها، يعني الموضوع بده يكون مش فقط ضمن مسابقه ولكن بده يؤثر على سلوكها بشكل عام فيما يتعلق صحيح. بالغذاء وحتى في الامور الصحيه كنظام حياه بشكل مباشر. هل كان صحيح. هناك يعني خليني اقول دعم من قبل المجتمع اللي انت كنت موجود فيه سواء على صعيد عائلتك او العمل او حتى يعني المركز اللي انت من خلاله دخلتي بهاي المسابقه؟ كيف الطريقه اللي دخلت فيها سحر بهاي المسابقه واستطاعت حقيقه انه تاخذ هذا اللقب مقارنه بكل زميلاتها اللي كانوا مشاركات؟
أول إشي كان في عندي متابعة الحمد لله من الدكتور محمود، كان يعني ممكن كان كل أسبوع أو كل أسبوعين إحنا نروح عنده، كان يدعمنا نفسيا إنه ويشجعنا. كمان في بيكون الأنظمة، في عنده أعشاب آمنة، في عنده نظام غذائي متكامل، ما في طبعا فيش فيه حرمان، فكنا إحنا يعني نتابع مع الدكتور هو يتابعنا. بالنسبة للدائم كان بداية مني أنا، كان أنا نفسي بالأول إني أنا أتغير 190 درجة، يعني إنسان كان مثلا وزنها 107 إنها توصل لحديت وزن 70 ما كانش إشي هين، كان بدي إرادة كتير حلوة وكتير قوية. كانت أمي خواتي أخوتي كانوا يدعموني. بصراحة من المجتمع كانوا بالبداية يحكوا إنه لا يمكن إنك توصلي، بس الحمد لله لما وصلت صاروا كل حياتهم متشجعين وحابين إنهم هم يدخلوا التجربة. نسبة الناس اللي عندهم سمنة كتير كبيرة، وخصوصا الأطفال اللي بكونوش منتبهين لإلهم، ما حدش بكون منتبه لإلهم، وبفكروا إنه النظام عشان إنه يوصلوا مثلا لوزن معين لازم يكون في حرمان، لازم يكون في إشي. فأنا بدعوهم من خلالك إنه يعني حرام إنه إحنا نضيع حالنا ونضيع صحتنا عشان إحنا بعض المخاوف، لازم إحنا نبدأ بخطوة لقدام وندور على الشيء الأساسي والصحي والسليم عشان إحنا نقدر نخسر الوزن ما نرجعش ثاني لإله. أنا كتير أسعدني أو أعجبني الإشي اللي أنت بتقوليه بالختام فيما يتعلق بتوصياتك للجميع بشكل عام، يعني فيما يتعلق بالنظام الصحي. بس بدي أسألك، هل من خلال تجربتك شعرتي بأنه الدعم النفسي أقوى للإنسان من خوض هاي التجربة، ولا الأمر كان مرتبط بإشي صحي بحت؟ يعني كان ما تفرضه علي خلينا نقول التوجيهات الصحية كانت هي الأقوى بالنسبة لإلك، ولا الدعم النفسي والتشجيع اللي انت شفتيه من اللي حواليك هو اللي خلاكي يعني تكوني أكثر قدرة على خوض هاي التجربة بهذا التحدي القوي لوصلتي لهاي النتيجة؟ الشغلتين هدول أساسيات ومكملات لبعضهن بشكل كبير. يعني أنا مثلا بالأول كنت أعمل أنظمة رجيم، تمام؟ بعد ما أعمل النظام كنت أعمل أنظمة كثيرة، كانت فيها بصراحة حرمان كثير، أوصل ل3 شهور وأرجع تاني أسمن. الحمد لله الحين سنتين ثبت وزني ما بطلعش تاني بسمنش. يعني في كثير كمان نساء بتعرضوا للعنف اللفظي، انه مثلا بتيجي تحكي لها انه انت سمين كتير، انت ماخذ المكان، انت كذا. لو هذه السيده بلشوا معها بالدعم النفسي انه انت والله لطيفه وحلوه وشخصيتك حلوه، لو انك انت تنتبهي لحالك، تنتبهي لاكلك، تنتبهي لجسمك، بكون النظام يعني بكون الدعم النفسي بيصنع الاراده انها هي تعمل تدور على النظام الصحي. النظام الصحي إشي أساسي، يعني ما بينفعش كمان إنه أنا أكون مثلا متشجعة وكذا، أنا والله حابة إني أعمل أغير من حالي بس أضلي قاعدة على نفس النظام القديم. يعني الاثنين لازم يكونوا متكاملين مع بعضهم، إنه إحنا نديهم الإرادة وندعمهم نفسيا ونديهم النظام الصحيح عشان يكون تحصل على الجسم المثالي والشخصية اللي هي حبها. يعني أنا كمان اللي أنت قلتيه فيما يتعلق بالألفاظ أو الطريقة المستخدمة في صياغة الفكرة اللي إحنا بدنا نوصلها شيء كتير مهم، مش بس على صعيد أنت هلأ خطيها أو تحدثتي عنها فيما يتعلق بتجربة يعني السمنة خلينا نقول أو إنقاص الوزن، ولكن على صعيد كل تفاصيل حياتنا هذا الموضوع قد يكون يعني نقطة انطلاق لأي نجاح بعد ذلك، الشيء اللي المرتبط بالدعم النفسي بالدرجة الأولى أو آلية توصيل المعلومة والفكرة، مش هيك؟ صحيح. طيب هل انت شايفة بوجهة نظرك سحر بانه يعني هذا العمل المؤسساتي اللي بيدعم النساء من ناحية صحية بهاي الطريقة اللي اشتملت على مسابقة ودعم نفسي وكثير من الامور اللي انت رتبتيها في كلامك، نحن بحاجة الى ان يكون هناك نهج كذلك متبع في اكثر من مؤسسة، خصوصا انه الدعم اكثر بيوصلنا من المؤسسات او من الدول المانحة لبرامج تخص المرأة بالدرجة الاولى، هل انت شاعري بانه تستثمر هاي البرامج في أمور جدية وإلها نتيجة، ولا هي ضايعة حتى اللحظة لأنه الأشياء الأساسية اللي بيتم الشغل عليها ضايع؟ هو حقيته يكون في الحين في عنا في المركز في ناس، الدكتور محمود الله يعطيه العافية بروح لهم على البيت،
في ناس بيروحوا لهم على البيت لأنه وزنهم فوق ال 200 كيلو، ما بيقدروش يتحركوا، ما بيقدروش يروحوا. بتمنى إنه الدول المانحة والجهات اللي إلها في الاختصاص هذه إنها هي كمان تدعمهم، تدعم هذا الموضوع، تدعم هذه الطريقة، لأنه هذول برضك نساء مثلا أو كيان إنسان، يعني في عندهم إمكانيات معينة. يعني هاي الدكتور ما شاء الله هو بادر من حاله، ليش ما يكون في مؤسسات داعمة ومتبني هذه الحالات؟ بتمنى هذا الاشي يكون في موجود عندنا في غزة، لأنه نساءنا تستحق إنه تقدير بشكل كبير. نساءنا عانوا بشغلات كثيرة، احنا لما احنا ندعمهم بأبسط، يعني هذا أبسط الحقوق لما احنا ندعمهم فيه. انت حكيتي لي انه معايير اللقب اللي انت اخذتيه مش بس فيما يتعلق بالنظام الغذائي او الوزن او يعني ما يتعلق صحيح بهالامور. ان انا اطبق على حياتي هذا النظام الصحي، وعلى يعني انعكس عندي في البيت. يعني احنا الحين ما بنستخدمش مثلا الخبز الابيض، لا بنستخدم القمح، ما بنستخدمش السكر، لا في عندي محل ستيفا، في عندي سكر ستيفا، ما بس يعني الرز مثلا ممكن اني انا استبدل بالبرغل او له نظام معين انه في الاكل، مش انا بس، انه كمان بنعكس على حياتي في تعامله كمان مع الناس التانيين. لو اي حدا اذا سالني كذا اني انا اقدر افيده. الثقافه الصحيه انه في هذه الشغله اني انا اقدر كمان اوصل المعلومه للانسان من خلال، يعني من خلال للمجتمع من خلال احتكاكي فيهم. نعم، أنا سعيدة إنه أنت ضيفتي اليوم، كنت على الهوى سحر، بتمنى لك الله الصحة يسلمك. والعافية، وشكرا جزيلا أيضا على كل كلمات القوة اللي أنت تحدثتي عنها من خلال تجربتك كمان، وبأمل إنها توصل للجميع. تحياتي. الله يسعدك، أهلا وسهلا فيكي. سحر الدسوقي، طبعا حصلت على لقب أميرة الصحة في فلسطين سنة 2019 و2000 وكمان 20، وهذا اللقب كان في بداية 2021 تم الحديث عنه ضمن المسابقة بالدرجة الأولى. أنا كان هدفي لما تحدثت عن موضوع الدعم المقدم للنساء إجمالا أو في إدارة مواضيع النساء، كان هدفي بالدرجة الأولى أنه يتم استثمار هاي المؤسسات اللي بتشتغل بالدرجة الأولى على دعم النساء، واللي أكثر الدول المانحة بتتوجه في مشاريع لإلهم يتم استثمارها فيما يتعلق بخدمة النساء فعليا، مش ضروري في هذا البرنامج، حتى في البرامج اللي بيتم استعمالها. يا ريت نطلع من دائرة الأمور السطحية اللي دائما الشغل عليها فيما يتعلق بالجندر وفيما يتعلق، مع أنه هاي أمور مهمة، ولكن بتخيل أصبحت نقاط محروقة الكل صار بيعرف فيها. جميل جدا لو كان في تخصصية فيما يتعلق بالمواضيع المختارة، على الأقل تلامس النساء وتلامس الموقع اللي بتتواجد فيه النساء وتلامس العقول اللي بدها شوية صنفرة حتى يعني حقيقة تخرج ما لديها. ممكن يكون الإنسان على حق في زوايا، ولكن ممكن يكون على خطأ بزوايا أخرى. جميل جدا أنه يكون في عبارة عن لم لهاي المعلومات وترتيبها بطريقة تجمع الكل والتكاملية على الأقل بالفكر، اللي أنا بعي وبعرف تماما بأنه قد يكون لدي نقاط قوة ولكن بالمقابل هناك نقاط ضعف. ليش ما يكون العمل على أنه يتم يعني صنع أمور ومواضيع والاهتمام والتركيز على الأشياء اللي ممكن توائم ما بين القوة والضعف، على الأقل للخروج بشيء قوي، للخروج بشيء يسمح لنا أن نكون فعلا على مستوى الموقع الموجودين فيه، بعيدا عن الأمور اللي اجتماعيا مفروضة علينا، بحيث أنه دائما بيحاولوا يصوروا لنا أنه النساء مهما وصلت لنقطة ومرحلة تستطيع فيها أن تقدم، بس فشل واحدة من النساء للأسف البعض يستعمل ليعمم على كل النساء، وسذاجة بعض النساء البعض يستعمل ليعمم على كل النساء، وكثير أيضا من النقاط اللي خلقت نوع من التشويشات فيها حبذا لو كانت طبيعة ترتيب هاي الأمور أو الحديث مع هاي المؤسسات بالدرجة الأولى منظم مرتب فعلا لحشد الإشي الإيجابي، لاستخراج كل شيء إيجابي من عند النساء ويعني الفئات اللي ممكن إنه إحنا نتعاطى معها. والأهم اللي أنا بدي أركز عليه الإشي اللي قالته سحر، بإنه الدعم النفسي يتمثل بالجملة الطيبة، يتمثل بالمصطلحات اللي ممكن من خلالها مش تضحك علي، لكن ممكن من خلالها على الأقل تدعمني نفسيا حتى يعني نخرج من دائرة ضعف إلى دائرة قوة.